أهلا. اليوم بتكلم عن مو الدراجات النارية، لا بتكلم عن طريقة تصوير الدراجات النارية في المزاد، تقارير المزاد اللي دائما يسألوني شنو نوع الكاميرا اللي تستعملها. أستعمل الانستا 360 1X2، هذه طبعا هذه أختها الكبيرة، أوكي هذا الكفر مالها، ونشوف طريقة التصوير والإخراج اللي موجود بالبرنامج مالها، هذا السهولة فيها عن كل الكاميرات الثانية اللي سهل فيها إنه برنامجها اللي بالتليفون فقط لا غير، هذا اللي مخليها at the top. نكمل. طبعا هي في معاها سيلفي ستيك إذا تبي تشتري البوليت تايم أو 3 متر سيلفي ستيك، هذا 3 متر كاربون فايبر. حلو، نشوف طريقة التصوير هذه. الحين العادة اللي يصير انه ندخل الكاميرا كذي وتطلع من الصوب الثاني، وهذا اللي يصير يا جماعة. شوف، تذكروا انه دشت بالثاني، اوكي نطلع التصوير هذا يبين انها صورت يمين يسار وراحت وافترت الكاميرا. ميزتها ان العصا هذه تختفي لما نتصور، هذه سيلفي ستيك يختفي، يعني الحين هذا الفيلم قاعد اتكلم، الحين هي قاعده تصور، شوفوا تحت. ميزتها ان العصا هذه تختفي لما نتصور، هذه سيلفي ستيك يختفي، يعني الحين هذا الفيلم قاعد اتكلم، الحين هي قاعده تصور، شوفوا تحت، شوفوا فوق، شوفوا يسار، شوفوا يمين، هذا راح تشوفونه بالاديتنج. شوفوا فوق، شوفوا فوق، شوفوا يسار، شوفوا يمين، هذا راح تشوفونه بالاديتنج. شوفوا يسار، شوفوا يسار، شوفوا يمين، هذا راح تشوفونه بالاديتنج. شوفوا يمين، هذا راح تشوفونه بالاديتنج. ميزتها ان العصا هذه تختفي لما نصور، هذه سيلفي ستيك يختفي، يعني الحين هذا الفيلم قاعد اتكلم، الحين هي قاعده تصور، شوفوا تحت، شوفوا فوق، شوفوا يسار، شوفوا يمين، هذا راح تشوفونه بالاديتنج. ثانك يو. شوف شلون طريقه، ان اول شيء نخليها بالعرض، التصوير بالعرض 1619، وكمل ابيهم ابيكم تطلعون وتدشون بالرينج مال التاير. شوفوا احط بوز، افر صوب التاير، احط اد، اضيف نقطة، اقول له بهالاثناء فر عند التاير، وكمل كمل كمل بصبعك، دش بالتاير. عقب ما يدش بالتاير اقول له لو سمحت، عقب ما تدش بالتاير طل الصوب اليمين، طل صوب، طل وراك، قال الحين بيدش التاير، الحين دش بالتاير. حلو، اضيف نقطة واقول له طل الصوب الثاني واطلع من التاير، ارجع امشي 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 امشي، بس طلعت وهكذا. بس عاد ممكن اسوي اكسبورت، نشوف الحركة مرة ثانية، اقول له دش لنا مكان ثاني بالسيكل، سويت زوم اوت، دش بالستوب، دش بالانجن جار، عطني زائد، امش، بس قبل لا تطلع رد طل عشان واحنا طالعين نشوف المخرج. شفت شلون؟ وهذه هي. نشوف شلون سوينا طريقة اليمين يسار والحركة.
أنطر الثانية اللي أبي أقرر المكان اللي خليكم تطلعون مثلا بالكاميرا، وأروح على الفيديو تراك أقول والله أبيكم تطلعون تحت مثلا. شوف شوف الحين أبى أقول لهم شوفوا تحت، أحط بوز. أوكي، هذه الدائرة البيضاء هي اللي شوفوا تحت. شو حطيتها؟ خلنا نشيلها أول، أرجعها شوف أقول لكم شو حطيتها. أحرك الفيديو من ما أبي، هي لأن 360 تحرك. حلو، الحين لما قلت شوفوا تحت الحين بقول شوفوا تحت، بوز، أعدل، أضيف الزائد، وأروح وين ما أبي أشوف، أرفع لتحت وبس أمشي أمشي. الحين شفنا تحت، الحين بالثانية هذه الثانية 17 راح أقول شوفوا فوق. شوف يسار، شوف يمين، الحين رجع يمين. فهذه كلها الزائد هو مثلا، شوف الحين خلنا نضيف شيء جديد على النقطة هذه، احنا قاعد نطالع وين مثلا، على النقطة هذه بنحط شيء جديد فأضيف، أقول له بهالأثناء شوف هناك وزوم وامش. حلو، فالحين راح يسوي اللي قلته أنا، هذه زوم فوق يمين.